بعصحة السلامة لليوم، عوارض عدة يجب على المرأة عدم إهمالها. شو هي وليه وشو بتسبب وشو منكون عم نمرق بأي مرحلة؟ اليوم عصحة السلامة مع ريوة الأطرش عن هالموضوع. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف. فينا نشمل الرجال مع النساء ولا بس للنساء؟ سوري لا لا ولا لا. محسسين شي حلقه معلي شي نهاركم مرود انا بوصل لهم برجع. اوكي اوكي بس معلي جوزيف ما تزعل، يعني انتم محظوظين بهالمحل. لانه الموضوع اللي بدي احكي عنه ست عوارض لهم علاقه بالمينوبوز، يعني هن عوارض مينوبوز او مرحله انقطاع الدوره الشهريه، لكن مرات مش بالضروره يكون مينوبوز. طيب قلتي لي محظوظين، بس انا بعرف انه علميا في مينوبوز للرجل. مظبوط، بس محظوظين انه العوارض عندكم اولا مش مثل السيدات، مش ما في تختلف، والتغير الهرموني بيصير عند الرجل تدريجيا. عند المراه فجاه بيصير هالتغير القوي من استروجين معدل طبيعي لهبوط مفاجئ، فهالتغير هيدا هو اللي بيعمل العوارض المزعجه، من الهوت فلاشز العبقات، من التعرق بالليل، من شعور بالديبرشن، من هالامور هيدي كلها. الرجال بصير عندهم عوارض مثل مثلا شوي بتخف الرغبة الجنسية عندهم، ممكن يمرقوا بنوع من الديبرشن أو الاكتئاب أو تغير بالمود أو المزاج، لكن مش مثل السيدات، يعني الوضع مختلف. وبعمر متقدم أكتر للرجل أكيد، لأنه التغير بصير تدريجي، يعني عندك 1% بصير نقص بالهرمونات، فشوف لعمر قديه ليبلش يبين مزبوط العوارض، بينما السيدات مثل ما قلنا التغير بيكون حاد وسريع، ومرات ممكن يبلش بأعمار مبكرة. فبس رح اللي بدي احكي عنه انه هن ممكن يكونوا عوارض مينوبوز، وخصوصا انه بيكونوا عند سيدات بعد عمر الأربعين، يعني فينا نقول من عمر الخمسة وأربعين وما فوق، فمنصير احنا ضايعين انه ايه عم بلش عندي مرحلة المينوبوز. مرات ممكن لا، بعد ما بلشت مرحلة المينوبوز هي عوارض لمشكلة صحية تانية. فمن هيك عم بقول انه هدول الست عوارض ما بدنا نهملهم لنعرف مزبوط شو عم بيصير معي، مينوبوز ولا مشكلة صحية تانية. اول شغلة اللي بتلاحظها السيدة هو تغير بالدورة الشهرية، يا اما بتصير غير منتظمة، يا اما بتصير قوية كتير، يا اما بتصير خفيفة كتير، او بتصير اقل من 21 يوم ترجع الدورة بتجي مرة تانية. مثل كأنه البنت بعد مبلشة بالدورة الشهرية، لانه هيك بده يصير في معها. مظبوط، بأول فترة. نعم. فهي نتيجة هاللخبطة بالدورة الشهرية، هي أكيد نتيجة تغيرات هرمونية، بس أنا بدي أشوف هالتغيرات الهرمونية ليه عم بيصير سببها. هل هو الأستروجين عم بيتغير وبالتالي كل هالأمور بالجسم عم تتغير لأنه عم بدخل بمرحلة المينوبوز، يعني هيدا بري مينوبوز قبل المينوبوز، أو لأنه عم بيصير في تغير بإفرازات الغدة الدرقية اللي هي بتأثر على الدورة الشهرية وبتخلي يصير في هالخربطة أو اللخبطة بالدورة الشهرية، الغدة الدرقية اللي هي موجودة. مظبوط. نعم. صح. في شغلة تانية، ممكن مرات يكون في تليف بالرحم، الألياف بالرحم تعمل هالتغير بالدورة الشهرية، بصير عندنا نزيف حاد في الدورة الشهرية، بتكون قوية أكثر من ما نحن بنعرف، أو بتصير الدورة تتكرر بأقل من 21 يوم وبنزيف أقوى من القبل. مرات ممكن يكون في نوع من البوليبس أو التدرنات اللي ممكن تكون بالرحم، كمان ممكن تسبب هالتغيرات بالدورة الشهرية. ومرات ببعض الحالات بالسيرفيكال كانسر، يعني سرطان عنق الرحم أو سرطان الرحم، ممكن يكون فيها التغيرات بالدورة الشهرية. طبعا ما بدنا نخاف بس يصير عندنا تغير بالدورة الشهرية، بس بدنا نجرب نعرف نحكي مع طبيبنا، يعني مش يقلنا ايه عم نبلش بالمينوبوز، لا بدي اعمل الفحوصات المضبوطة لأتأكد قبل ما بلش اخذ اي هرمونات او قبل ما بلش اخذ اي شيء، بعرف انا شو عم بيصير معي، مينوبوز او شيء تاني. بس عندك فكره، قلتي عند الرجل بتخف رغبته الجنسيه عند المينوبوز، عند الامراه عندها العارض كمان بتخف رغبتها الجنسيه ولا لا؟ شوي تتغير. نعم. بس مش قد الرجل، بس المشكله عند السيدات بصير في الجفاف بالفاجينا بالمهبل. نعم. فبصير خلال العلاقه الجنسيه بصير في الم، ومرات ممكن يصير كمان في نوع من بنشوف دم. نعم. تجرح جروح. نعم. لانه بيكون في جفاف كتير بالمهبل، فهيدا لانه في الم وانزعاج يمكن ببطل فيها إقبال كتير على العلاقة الجنسية، لكن الرغبة بتتأثر بس مش قد الرجل يمكن أكتر شوي. نعم. الشغلة التانية اللي هي كتير منعرفها
العبقات الهوت فلاشز او العبقات او بيقولوا لها بالعاميه الهبات الشوفاج منهم وفيهم يعني مضبوط. وشغله مزعجه لانه بنشوف عند السيدات الكبار بصيروا محروجين يعني قاعدين بين الناس الطقس كتير منيح برود فجاه بصيروا هن عم بيعرقوا مشوبين ومستحيين انه حاسين حالهم مشوبين بوقت منه ما في الحراره بيستفيدوا منها بهالطقس هلا بتنفعهم. فاللي بدنا نقوله انه ممكن تكون عوارض مينوبوز لكن كمان ممكن تكون عوارض لزيادة إفراز بالغدة الدرقية يعني الغدة الدرقية عم تعمل زيادة بالإفراز يعني هايبرثايروديزم عم تعطي الهرمون الثايروكسين أكثر أو مرات ممكن يكون نتيجة التهابات معينة ممكن التوبركولوسيس أو مرض السل أو كمان مرات ممكن الإيدز الأشخاص اللي عندهم الـ HIV فيروس ممكن يكون وحدة من هالعوارض لأنه في عندنا إنفكشن والتهاب بجسمنا بسبب هالشعور بالعبقات أو الحرارة. ومرات أنواع من الكانسر سرطانات مثل اللوكيميا سرطان الدم وبتكون مصحوبة بتعرق وبدرجة حرارة عالية بصير عندنا وكأنه حرارة. مشاكل الغدة الدرقية عند النساء أكثر من الرجال هني عرضة أكثر مظبوط هني عرضة أكثر وخصوصا بين عمر ال 30 وال 50 عندنا سيدات كتير عرضة أكثر لمشاكل الغدة الدرقية وبكتير من الحالات بتكون هايبوثايروديزم يعني في نقص بإفرازاتها أكثر من هايبر أكثر ما يكون في زيادة ما بنعرف ليه هني عرضة أكثر وتتشوف قدي فعلا جسم الإنسان سواء رجل أو امرأة مبرمج على الهرمونات يعني الهرمونات هي فعلا إذا فينا نقول الكود إذا بدنا نحكي كيف كمبيوترز وسيستم توازن الجسم في كود, يعني. في كود لندخل على كل شيء توازن الجسم والكود هو الهرمونات أي تغير وعدم انتظام بالهرمونات كل الجسم بيتحرك بنلاحظ عند السيدة اللي عندها مشاكل بالغدة الدرقية أوقات بتنصح أوقات بتضعف طبعا. يعني ما بنعرف ليه ليش بتنصح وليه بتضعف يعني ليه في منهم هيك منهم هيك إذا كان في زيادة بإفراز الغدة الدرقية بتضعف نعم وإذا كان في نقص بإفراز الغدة الدرقية بتنصح وقتها تشيلها بتنصح وقتها تشيلها يمكن لأنه ما في شيء يعوض عن الهرمون اللي بتفرزه الغدة الدرقية اللي هي بتعمل توازن بالميتابوليزم أو كيف جسمنا عم بيحرق عم يشتغل ممكن هيدي بس لما بتاخد دواء وعلاج لها يعني إنه نشيلها هيدي بتكون آخر حل وبحالات قليلة صار هلأ منعالجها بنقدر نعوض النقص أو نقلل الزيادة يعني بنعمل توازن بإفراز الغدة الدرقية ففي ممكن علاج هل الخلل لقلها. بالهرمونات ممكن يسبب كانسر ولا ما ما في لك صراحه ما بعرف ما في هيك كوز افكت ريليشن شيب صار في خلل بالهرمونات بيصير كانسر لانه كانسر بعد في كتير اسئله بعدنا ما جاوبنا عليها وما بنعرف ليه عم بيصير. الشغله الثالثه اللي هي بتصير هر الشعر كلنا منقول عم بهر شعري هالفترة ليه منقول استرس نمط حياتنا كل هالأمور لقيوا كمان إنه سيدات بمرحلة ما قبل المينوبوز بصير عندهم بتتغير نوعية شعرهم من حيث اللمعية والحيوية وبتتغير وممكن كمان يصير في شوي هرب الشعر لكن كمان مش بالضرورة تكون مينوبوز ممكن تكون مثل ما قلنا أندر أكتف يعني قلة نشاط بالغدة الدرقية عم تفرز أقل فبصير عندنا هر الشعر ومثل ما قلنا قلة نشاط مصير عم نكسب وزن بدون ما نحن نكون غيرنا بطريقه اكلنا حتى بنشوف فتيات بالعشرينيات والثلاثين يعني بعدهم بالبدايه كمان عم بهر شعرهم او شعرهم خفيف براسهم خاصه الغدة هذا غير شيء هلا هون من هيك لما بيكون عندنا هر شعر ما في انا اجي اقول باخذ دواء او باخذ اي نوع جرعات اضافيه سبلمنت لمجرد انه عم بهر الشعر الافضل اني اعمل فحص دم واشوف هل في خلل بافرازات الغده الدرقيه اذا بنت صغيره بالعشرينات بالثلاثينات ما في قصة خربطة بالأستروجين والهرمونات اللي إلى علاقة بالنساء فقط فبيكون أمور تانية إذا سيدة قريبة للمينوبوز بدي أشوف هل هي بلشت تدخل مرحلة المينوبوز أو عندها مشكلة بالغدة الدرقية كمان عم بيكون في نقص بإفرازاتها فمن هيك الهرمونات كتير إلى علاقة وشغلة تانية اللي بدي أقولها إذا كان في نقص بإفراز الغدة الدرقية مرات بتعلي الكوليسترول وبالتالي بتزيد من مخاطر الأمراض القلب والشرايين العارض الرابع اللي ما بدنا نهمله ألم المفاصل ومرات منشوف تورم يعني انتفاخ شوي مرات من في الصبح أصابعنا منفخين أو ما قادر أحرك إيدي كتير منيح حاسة حالي ميبسة هيك مثل شيء متشنج بدي شوية وقت لبلش أقدر أحرك المفاصل مظبوط هلأ
ممكن يكون لقيوا كمان انه عند السيدات اللي بلشوا يدخلوا بهالمرحله وصار في تغير بمعدل هرمون الاستروجين عندهم، ممكن يصير في الم بالمفاصل، ولكن بمعظم الحالات هو بيكون نتيجه اوستيو ارثرايتس اللي هو التهاب بالمفاصل. وهيك من هيك بدنا ننتبه اكثر العوارض لها هو بيتورموا من فيق الصبح شوي مورمين وفي الم، ولقيوا انه تغير هرمون الاستروجين له علاقه بهالموضوع، يعني ممكن اذا فينا نقول يحفزوا. العارض الخامس اللي ما بدنا نهمله ديبرشن. صرنا نقول بتعرف صار في هيك مصطلحاتنا بنحكي مع بعض، شو بقول لك جوزيف كيفك اليوم، بتقول لي مدبرس. كلنا عنا منوبوز ما في حدا مش عامل ديبرشن، بس صارت الكلمه مدبرس اصلا عربناها من ديبرشن وصارت عادي مدبرس، انه خلص صرنا صارت كلمه مجازيه لكل شيء، اذا متضايقين اذا حاسين في ستريس علينا كلنا مدبرسين. بس هي اكبر من هيك، هي اكبر من هيك. فعوارض الاكتئاب اللي بنوصل لمرحله عم نحس طريقه حياتنا عم تتغير، طريقه نومنا عم تتغير، انا كيف عم بتفاعل مع الأشخاص اللي حوالي، كل هالأمور هيدي ما بدي أهملها، وبدي أشوف إلها علاقة بتغيرات الهرمونات ولا إلها علاقة بأمور تانية، مشكلة معينة، ضغط معين، وضع عم بمرق فيه. فالديبرشن ما بدنا نهمله. آخر عارض هو زيادة دقات القلب، التسرع بدقات القلب. هيدي وحده من الامور اللي بتصير عند السيدات بمرحله المينوبوز نتيجه هالتغيرات الهرمونيه، لكن كمان زياده بافراز الغده الدرقيه. شفت الغده الدرقيه قد ايه داخله بالموضوع، زياده بافراز الغده الدرقيه بيعمل هالزياده، يعني الحل الانسب انه يعملوا فحص الغده الدرقيه قبل ما يروحوا لاي مطرح ثاني، او بيفكروا بالمينوبوز او بيفكروا باي مرحله. هذه هي هاي الخلاصه، انه نعمل فحص، وهالفحص كمان مش بس غده درقيه، غده درقيه لانه نعرف نعملها بفحص دم بسيط، يشوف الطبيب شو ممكن يكون في احتمالات، يعني بحسب العارض اللي عم بشكي منه شو في احتمالات ثانيه تكون غير المينوبوز، يعني ما يكون هو دغري نروح للمينوبوز ونبلش ناخذ هرمون ريبليسمنت، ناخذ بديل هرمون قبل ما نكون بحاجه له. شوف شو عندي احتمالات ثانيه، ما طلعت هي كمان بنكون عم نشوف شفنا الهرمونات بالنسبه للمينوبوز ومنبلش نشتغل. الله يبعد هالكيس عن الجميع. ان شاء الله، يعني السيدات بدهم يمرقوا فيه، بدهم يمرقوا فيه، بس ان شاء الله كل سيده تقدر تمرق فيه باخف وطأة ممكن، لانه فعلا هي مرحله صعبه. واللي بنسمعه من السيدات جوزيف بيقولوا انه ما حدا حضرنا لهالموضوع، فعلا قد ايه بنشوف حوالينا ناس نساء عندهم مينوبوز بس فعلا ما في تحضير، يعني بنجي نحن الجيل اللي بعدهم فعلا ما بنعرف كثير عن هالموضوع ودائما بيفاجئنا. فهي مرحله بدنا نمرق فيها كلنا. بعد عندك شيء بس شو بدنا نقول على صحه السلامه، انه كل العوارض اللي ممكن تصير معنا بالنهايه ما نهمل اي عارض، لانه هيدي صحتنا يعني، وشغله صغيره ممكن الاهم. صح، هي الاهم. ثانك يو لك روى، بنشوفك على راد بكره بنفس الموعد مع موضوع جديد، وفي نهار كمان مخصص بيكون لاتصالات المشاهدين اللي بيحب يطرح شوي يوم الاربعاء. نحن وياكم رح نتوقف لحظات قليله وبعدها بنعود للمتابعه مع خفيف نظيف واستاذه التغذيه البشريه بالجامعه الامريكيه الدكتور ماري كلير شاميه. خليكم معنا.